في مسألة فتنة عثمان الذي قرأناه عند ابن العربي وغيره بأن مجموعة من الغوغاء إنما قتلوا عثمان ومجموعة من الأعراب وعند سيف بن عمر مجموعة من السبائية، بينما التاريخ كله يدل على أن هناك ثورة إسلامية عارمة كبيرة بغض النظر مدى يعني صحة يعني بعض المنتسبين إليها كانوا غلاة كانوا خوارج أو كانوا أعراب، لكن قيادات تلك الثورة كانت كلها من الصحابة القيادات الكبرى. ولو أن الثورة لم تنتهي بمقتل عثمان لكان من حقنا أن نفتخر بتلك الثورة، إلا أنها انتهت للأسف الشديد بمقتل عثمان، فتشوهت الثورة كلها، وإلا فهي ثورة حقوقية بامتياز تتحدث عن أخطاء وقع فيها ولاة عثمان أو عثمان مع ولاته، يعني كانوا مستولين على أمره، وليست أخطاء فقط يعني دينية، هي أخطاء في السياسة والإدارة والحكم والمال. وقد ورث عثمان بعض الأخطاء التي أتت من قبل، مثل الحصر في قريش، هذه ورثها عثمان لا ذنب له فيها، لكنه حصرها زيادة في بني أمية، في الطلقان بني أمية، وكذلك التفاضل في العطاء هذا من عهد عمر، ورث هذا الخطأ من عهد عمر، إلا أنه وسعه فجعل العطاء في بني أمية وحرم آخرين كابن مسعود وغيره. فالثورة حقوقية بامتياز على مجموعة هائلة من الملحوظات السياسية والإدارية والمالية، هذه أساس. أما الملحوظات الدينية فهي قليلة، مثل بعض الملحوظات على عثمان في أما صحة الأسانيد طبعا وجدت أنا يعني في سواء طلحة بن عبيد الله وعائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين هم رأس الثورة في المدينة، والنصوص على ذلك بأسانيد صحيحة موجودة. وأنا لما حاولت أني أجمع الروايات في طلحة الأسانيد الصحيحة التي صححوها هم، مثل طبعا كثيرة ما أحب أن أذكر مثال يعني، نعم لكن مثل قول الطبري حدثني عمر بن شبع عن علي وهو المدائن عن عبد رب بن نافع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال علي لطلحة أنشدك الله إلا رددت الناس عن عثمان، فقال لا والله حتى تعطي بنو أمية الحق من نفسها. هذا في الطبري الجزء الثالث صفحة 433، وكل الرواه ثقات وسنة، يعني سواء عمر بن شبع أو المدائني أو عبد رب بن نافع أو إسماعيل بن أبي خالد أو حكيم بن جابر كلهم، والسند موصول. هذا النموذج بس واحد من عشرات أنا جمعت في طلحة من الأسانيد الصحيحة حوالي 9 أسانيد صحيحة، في عائشة حوالي 15 إسناد بين صحيح وحسن وعاضد، كلها تدل على أن قيادة الثورة على عثمان كانت أهل المدينة، خاصة طلحة والزبير، ثم عبد الرحمن بن عوف قبل ما يتوفي، عبد الله بن مسعود، عمار بن ياسر، يعني ولكن هذه الثورة لم تكن تهدف إلى قتل عثمان، إنما الذي وجدته في فتاوى لعائشة تستحل بها دم عثمان ثم يعني رجعت عنها. طلحة بن عبيد الله آخر من قاد الثورة، آخر من قاد المقتحمين الدار، ويعني لما خرج سودان بن حمران أيضا بسند صحيح قال أين طلحة بن عبيد الله فقد قتلنا بن عفان، فيظهر والله أعلم أن طلحة لا. كان له يعني دور في التحريض على ربما على القتل، أو ربما يعني كان أشد الناس في هذا الأمر. أما عائشة فأمرها أيضا يعني في هذا حتى أمرها مشروع حتى أنها طلبت النبذ إليهم على السواء. فهذه نعم، ولهذا قتله طلحة فيما ولهذا قتله مروان فيما بعد طلحة. الخلاصة هنا أنا أريد أن أقول لا ينفعنا أن نهرب من الحقائق، يعني ما دام مغطين على هذه الحقائق وأنه أبدا لم يحدث هذا وكانوا متفقين وكانوا سمن على عسل، هذا لن يفيدنا، لن نستفيد من التاريخ، لن نعرف تاريخنا، سنبقى مختلفين إن لم يعترف حقيقة. إذا أنكرنا الحقائق يعاقبنا الله باختلافات لا تنتهي. أما الاعتراف بالحقائق كما هي وبعد بحثها وبعد وضع المعايير معايير الصحة، الاعتراف بها يؤدي إلى تقارب نفسي وعقلي وبحثي وعلمي بالمسلمين كافة، لكن هذه المكابرات من الصعب جدا يعني أن تجد اتفاقا، أو لماذا التشقق والاختلافات مستمرة؟ لأن المكابرات مستمرة، نحن بحاجة أن نعترف بالحقائق كما هي ثم بعد ذلك نعتذر بأن لهم سوابق وأن لهم يعني لعل الله يعني قد غفر لهم بتوبتهم بكذا، كلهم تابوا يعني أو كلهم ظهر منهم
التوبة، والله يقيم التوبة لسنا نحن، لكن الخلاصة أن الإنكار كما ذكرت في سؤالك ابن العربي المالكي وكذلك يعني بعض المعاصرين للأسف محبدين الخطيب وغيرهم، هؤلاء يعني موجهين في خدمة الخط الأموي وليس في خدمة الصحابة. هؤلاء أنا اكتشفت أمثال ابن أبي حاتم يضعفون بدريين ويدافعون عن الطلقاء، يعني فالقصة يعني ليست الدفاع عن الصحابة، هذا الشعار ليس صحيحا عند هؤلاء. تجدهم يفرطون في بدريين مثل معتب بن قشير وغيره، وإنما يتناولون، إذا تناول أحد منا الطلقاء بذم ثابت رفعوا عقيرتهم وقالوا أنتم تطعنون في الصحابة وهم ناسين البدريين. نعود إليكم إن شاء الله.